يسرقني منها ويفتنني، لا خصر يشعل أفكاري ويلهيها، أحببتها وحدها إذ لا شريك لها، في سورة الحب لا حب يدانيها. يا صاح هيا بنا نرتاح من تعب ونفعش الروح هيا في جماعيها، حيث الشباب الذي للفخر انتسب، مد الإله يدا فوق أيديها، كالنحل ترمقهم ما لحظة سئموا، كأنما آية الإخلاص تعنيها. فيا هنيئا لكم من نخبة كسبت إعجاب من قد رأى أجلى مساعيها، هم فتية آمنوا بالخير فانطلقوا، فزادهم ربهم عونا وتوجيها، فزادهم ربهم عونا وتوجيها.